إذن في ضربة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، ولأول مرة منذ اعتماده في عام 2003 فشل الكنيست بتجديد قانون المواطنة المثير للجدل. يأتي ذلك بعد جهود مضنية بذلها رئيس الحكومة لتمرير القانون، حيث أجرى تسوية مع الحركة الإسلامية الجنوبية في الكنيست بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة، وصوت مع بنت لصالح تجديد القانون. بنت من جانبه دعا المعارضة إلى عدم التلاعب بأمور يشكل أمن الدولة فيها خطا أحمر. نستمع إلى مقاله. بتخون المدينة وكاف أدوم والمدينة صريخة شليتا على مين نخنس إليها ومين متزرخ بها. הכנסת אלפי פלסטינים ואזרוח שלהם ופגיעה בביטחון המדינה בשביל עוד איזה רבע נקודה פוליטית זה פשוט לא הדבר הנכון לעשות. لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة وعمادها الحركة الإسلامية الجنوبية امتنعا عن التصويت فيما صوت عضو من حزب يمين الذي يرأسه بنت ضد القانون، وبذلك حظي القانون بتأييد 59 عضوا ورفض رقم مماثل، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة. غير أن حزب الليكود المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اتهم بنت بمحاولة شراء صوتين من القائمة العربية الموحدة مقابل إدخال آلاف الأشخاص الذين سيعرضون الهوية الصهيونية وأمن الدولة إسرائيل للخطر. بنت اقامت ممشلة אמרת שהיא ציונית, שהיא 10 מעלות ימינה לעומת כל ממשלה אחרת? אז בבקשה, תוכיח את זה. יותר, 180 מעלות. תעשה קודם כל את מה שכל ממשלת ימין עשתה בלי בעיה. אם אכפת לך מהמדינה ולא מהכיסא שלך, אם אתה באמת רוצה למנוע הגירה פלסטינית לישראל, אתה מוזמן לקבל את ההצעה שלנו. نتحدث أكثر عن هذا القانون. هذا القانون يسمح بأن يقدم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوجوا من عرب الداخل طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن القانون المؤقت الذي منع لم شمل العائلات الفلسطينية والذي تحدثنا عن فشل الكنيست في تمريره تسبب بتعقيدات لا نهاية لها للفلسطينيين في أنحاء إسرائيل وفي الأراضي المحتلة عام 67. إحنا مشكلتنا اجتماعية بحتة، بنطالب بأبسط الحقوق، نعيش مع أبنائنا، أبنائنا يكونوا في أحضاننا، ما حدا يأذينا ولا حدا ما نحسش بالعنصرية. أنا مواطن وبدفع كل المترتب علي، أصبح أنتوا عاملوني كمواطن، ليش بتعاملوني إني كغريب؟ سقوط هذا القانون لا يعني أن لم الشمل سيصبح مباحا، فالداخلية الإسرائيلية يمكنها رفض طلبات لم الشمل بشكل فردي.